كوادر إدارية جيدة في الاتحادات القارية والدولية؟ لا أعتقد السؤال ده عايز إجابة 20 حلقة لا مثلا. ده عايز بقى عايز نطلع الكمبيوتر اللي في دماغ الكابتن لا شطة ونقول حاجات لنا. كتير قوي في الموضوع ده، بس الإدارة جزء كبير جدا من كرة القدم حاليا حقيقة، طبعا بتشكل 50% من كل حاجة في كرة القدم الإدارة. بجانب الإدارة. مصطفى حمدي الازالي بيقول كابتن شطه مخترع مركز الديفندر. اسلام حامد بيقول ربنا يديك الصحه يا كابتن، عاوزين نعرف رايك في اليو ديانج. لا طبعا ده لعيب كويس قوي، يعني الاصابه الاخيره بتتفرج دي على ماتشات الاهلي يا كابتن؟ كلها. انا بص انا مسجلها كمان، اسجل ماتشات من سنه 74 بسجل، ياه. عندي كميه من الماتشات للنادي الاهلي، يعني هي يعتبر ارشيف كبير، لكن انا بتابع اللعيبه الجديده اللي بتيجي عشان اعرف اذا كان اللعيب كويس ولا وحش. يعني ده خامه كويسه جدا ان شاء الله النادي الاهلي هيستفيد منها. اليو باجي المهاجم الجديد طبعا لسه ما شفناهوش، بس من وجهه نظر حضرتك؟ والله اكيد بقى، اكيد طبعا المدرب اقتنع بيه، اكيد المدرب عارف انه كيف سوف يوظفه طبعا، لانه مهم جدا احنا نعرف اللعيب ده هيبقى يعني مكان مين، بس دي نقطه لسه ما بانتش لحد دلوقتي، لسه لم تظهر حتى هذه اللحظه، لكن واضح انه مقررين انه لازم اللعيب الاجنبي اللي جه ده يكون راس حربه عشان مهاجم. احنا عندنا برضو محتاجين برضو للمركز ده حقيقه، بجانب طبعا في الدفاع محتاجين برضو المركز عشان الاصابات الكثيره دي، عندنا اكثر من 10 اصابات مزمنه حقيقه، فدي حاجه مقلقه جدا يا كابتن اسلام، وعايزين نعرف السبب ايه، عايزين نعرف السبب ايه، لان دي متكرره للسنه الثانيه على التوالي. انا خليني انا كنت هطلع تقرير، لكن